شبلونات عتيقة يناهز عمرها 100 عام تنثر الجمال بعبقها راسمة لوحة فنية على رداء الكعبة المشرفة. قسم الطباعة في مجمع الملك عبد العزيز هو مكون من عملية شبلونات مرسوم فيها الحروف، تتم عملية الطباعة على المناصج، من يكون الحزام وتحت الحزام وستارة باب الكعبة. مزيج من ألوان فرح مرتسمة على محيى الفن عادل اللقماني في مجمع الملك عبد العزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة. تحقت في قسم الطباعة عام 1423، وكانوا رؤساء قدامنا وتعلمنا منهم الطباعة، تعلمنا منهم العمل، الحمد لله. الخطوط المخفية في حرير الشبلون تكشف عن آيات قرآنية منقوشة فوق الحرير السادة في حلة البيت الحرام، بعد إضفاء ملامح الطباعة عليها التي تحدد زوايا النقوش والكتابات. الشبلون هي 4 أضلاع خشب مشدود على الحرير، ثم بعدين يدهن مادة حساسة، ثم بعدين يتم عملية التصوير عليها. اسم الخطاط السعودي الراحل عبد الرحيم بخاري منقوش على ثوب الكعبة كحقوق محفوظة لشخصية برز اسمها ضمن من أسسوا دعائم العمل على ثوب الكعبة في السعودية، ورحل من الدنيا تاركا اسما خالدا. من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، خميس الزراني، العربية.